برحب فيكم أنا وسارة بفقرة جديدة خاصة من مختارات الصيف. مختارات الصيف يعني مقدمين لكم منتجات بتناسب هيك فصل الصيف كتير حلوة وكتير حيوية، والأحلى من هيك مقدمين عليها تنزيلات بتوصل لغاية 50%. وما تنسوا مع كل عملية شراء بتقوموا فيها لغاية 400 ريال سعودي أو أكثر راح تحصلوا على شحن مجاني. والحلو كمان بهيدي الفقرة نحن اليوم عم نقدم لكم عرض كتير مهم على ماركة جدا رائدة، وهي ماركة بيركنستوك الألمانية اللي بتقدم أحدث صيحات الموضة المريحة واللي كتير مميزة. نتعرف أكثر على هيدا البراند من خلال هيدا الفيديو. يعني عن جد مثل ما شفنا الصيفية كلها حلوة، يعني هلأ عن جد إذا بدكم تحصلوا على صندل كتير حلو وشوز أنيق ومريح ما لكم غير بيركنستوك. طبعا المجموعة اللي مقدمينها سارة مجموعة بتاخد العقل مثل ما شايفين هون عنا. المجموعة الأولى وهي الجيزي اللي طبعا مقدمينها باللونين سواء الفوشيا أو الأسود، وأيضا عنا التصميم الكلاسيك وهو مدريد، وأيضا جاي باللون الأسود واللون السيلفر. كل هيدا الشيء بسعر جدا تنافسي، عم نحكي عن 269 ريال سعودي. أما المقاسات المتوفرة عم نشوفها سوا هلأ على الشاشة سارة. الحلو فيه باللون الأسود من مقاس 37 ل 41، طبعا ما ننسى أنه مقاسات نسائية، وأيضا عنا اللون الفضي من 37 ل 41 بنفس ستايل تبع مدريد. أما جيزيل اللي نحن مقدمينه فهو في اللون الأسود وأيضا من 37 ل 41، واللون الثاني اللي أنا كتير بحبه وبعشقه وهو الفوشيا ايضا. لونه كمان عن جد مثل ما قلتي لون كثير صيفي، والعروضات اللي نحن عم نقدم لكم اياها بهيدي الفقره ضمن مختارات الصيف. الحلو انه نحن عم نحكي على ماركه رائده، وشفنا بفقرات سابقه رح نستعرضها نحن وياكم هلا كثير من الاشياء عملناها، كثير من التجارب، كثير من الافكار لحتى نثبت لكم قد ايه هي مريحه. الحلو ببيركنستوك النعل تاعه كأن السيده ماشيه على الرمل، يعني هالقد مريح، بياخذ طابع الاجر مثل ما هو ناخذها على الرمل. وهون مقارنه كيف اول ما سمح انت مشيتي اخذ الاصابع، اخذ مشط الاجر، وهون كمان عم نشوف كيف اذا نحن بدنا نحط هيكل الاجر كمان سماح كيف قالب، بتحسيه قالب، يعني اجرك قاعده بطريقه كثير مرتاحه. مزبوط، عم نشوف هون في مكان مخصص لكل اصبع بالقدم ليعطيها الراحه اللي كثير كبيره، دعم للقدم مبطن من منطقه بسموها بطه الرجل من تحت، ايضا كعب الرجل في له دعم. الحلو حتى انه من الامام ما بيخلي الاصابع تطلع او تضرب بشيء. هون عم نشوف طبعا كل التقسيمات اللي هي بداخل النعل كيف فيها الخيش، وايضا هي نوعها كثير كثير مروح ومثل الى شاموا بالنهايه لتعطي راحه تامه للقدم. وما بيعرق الاجر سماح، يعني بتضل السيده مرتديته لوقت كثير طويل. حلو للمولز، حلو لا اذا بدنا نحن نسافر للمشي، السيده الحامل، صح. حتى من بعد الولاده وجع القدم السريع. وهون كمان الحلو انه القالب اللي موجود معنا هو من الفلين، يعني بيتقبل الصدمات. شفنا هون طابه الجولف كيف على الفلين امتصتها، مزبوط امتصت الصدمه، بينما على البلاط لا، والاطلاله قد ايه كثير حلوه. مزبوط، هون حبينا نورجيكم كمان الاطلاله. لو انت سيده عم تتابعينا وبتحبي تلبسي العبايات اللي كثير سبور او الكلاسيكيه السوداء، فهو الموديل كثير بيلبق على القدمين سواء كان الموديل الكلاسيكي او حتى موديل الجيزي، كثير كثير انيق، كثير مريح، وايضا بيعطي راحه تامه للقدم. هون كمان عم نشوف التصميم الثاني واللي هو جيزي، حتى لو كان ملون شوي على القدمين بيطلع شكله كثير حلو. كمان هون لو شفناه علي انا وساره، انا لابسه اليوم مثلا تصميم
كتير كتير هيك حلو وضايج هون عم نشوفه، وهو الفوشيا. أنا لابسته على تياب سبور، سارة لابسة الكلاسيك، وأيضا كان على هيك سبور شيك اللي كتير 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 حلو. إذا تصميم ولا أحلى من هيك عم نشوفه مع بعضنا. نرجع مرة تانية من أكد لكم على التكنولوجي اللي طبعا مصنع منا النعل، عم نشوفها سوا من خلال هيدا الفيديو. بنرجع لكم. They might try to break us, but look deep inside. You know they can't obtain us, 'cause we've got us. Stand up for your heartbeat. Stand up for your soul. Stand up. مثل ما شفتوا ماركة جدا رائدة ألمانية جاي لكم بعروضات ما بتتفوت بهيدي الفقرة، وهي من ضمن مختارات الصيف. خلونا نشوف كمان الإطلالات المتعددة اللي أنتم بتقدروا تعملوها. يعني عم نحكي على حذاء هو صحي، جاي لكم بأشكال بتقدروا أنتم تستغلوها حتى فاشنبل. بالعادة سماح لما نحن بنشوف أي شو صحي بيكون شكله مش حلو كتير، دبش على الإجر، بلكي، ما بيلبقى كتير من التياب. ولكن بيركنستوك كسروا هيدي القاعدة، عم نشوف قديه هيدي الأحذية مريحة ولكن بنفس الوقت على الموضة. وكمان المقاسات من 37 ل 31، يعني اخذي كل المقاسات زي ما بنقول. انا بصراحه عم شوف هلا اجر الصبيه كل ما عم تلبس واحد احلى من الثاني عن جد. مزبوط تحتاج ايه، يعني اللون الاسود، الفضي، الفوشيا، سواء جيزي سواء مدريد، الستايلات كثير كثير حلوه، كثير على الموضه هلا بالخليج، باوروبا، بامريكا هلا كثير كثير اخذت ضجه. وهي الوان الصيف، وما تنسوا انتم عم تختاروها ضمن فقرات مختارات الصيف بسعر بس 269 ريال سعودي. برجع لكم مرة تانية، إذا حابين تحصلوا على واحدة من هدول التصميمات من الماركة الألمانية الشهيرة وصناعة ألمانية من ماركة بيركنستوك، سواء جيزي اللي جاي باللون الفوشيا أو باللون الأسود اللي هو مثل جلد الحية اللي عاملينه كتير لما مهضومة، مزبوط، أو التصميم الكلاسيكي اللي هو باللون الفضي أو باللون الأسود، كل هيدا الشيء ضمن مختارات الصيف بسعر بس 269 ريال سعودي. وهلأ سارة حتذكرنا بالمقاسات المتوفرة. المقاسات المتوفرة هي سواء كان من أول موديل عم نقدم لكم إياه باللون الأسود من 37 ل 41، انتقالا كمان للون الثاني وهو اللون الفضي كمان من 37 ل 41. هيدا كمان ما بيغيب، هيدي المقاسات ما بتغيب على الموديل الثاني اللي عم نقدم لكم إياه، والمتوفر لكم كمان باللون الأسود 37 ل 41، انتقالا للون الفوشيا اللي جاي هيك مع نعل من تحت بلون كتير حبيته كتير حلو كمان من 37 ل 41. إذا حنترك لكم الفرصة لتحصلوا على واحد من هاي الأحذية الألمانية الشهيرة من ماركة بيركنستوك من خلال الأرقام اللي حتظهر هلأ على الشاشة. ومكافيين معكم أنا وسارة، مكافيين معكم بالفقرة الثانية من مختارات الصيف. مختارات الصيف يعني مقدمين لكم منتجات بتناسب جدا فصل الصيف، وخاصة نحن اليوم مقدمين بيركنستوك وهي السنادل والشوز مناسبة للصيف. شو يعني مختارات الصيف سارة؟ يعني عم نقدم لكم منتجات بتوصل لغاية 50%، وإذا عملتوا أي عملية شراء بقيمة 400 ريال سعودي أو أكثر فرح تحصلوا على شحن مجاني. هيدا الشيء كله لنحضركم للصيفية على سيترس تيتي. الحلو إنه نحن اليوم عم نقدم لكم بهيدي الفقرة ماركة رائدة بيركنستوك اللي كلها تعودنا على نجاحاتها، ولكن المميز انه انتم رح تاخذوا عرض كثير حلو. خلونا نشوف هيدي الماركة ونتعرف عليها من خلال هالفيديو. هلا خلينا نتعرف على الاوفر اللي نحن مقدمين لكم اياه. مقدمين لكم نحن
تصميمين بالوان مختلفه. التصميم الاول وهو جيزيل اللي شايفينه هون جاي باللون الفوشيا وباللون البيربل اللي كتير حلو، ونفس التصميم جاي باللون الاسود. اما التصميم الثاني فهو طبعا الكلاسيكي وباسم مدريد، جاي باللون الفضي اللي هيك كتير شايني وحلو، كتير حلو. اما التصميم او اللون الثاني فهو جاي باللون الاسود، ما بننساه جاي مثل جلد الافعى، وكل هيدا الشيء بسعر جدا تنافسي، عم نحكي عن 269 ريال سعودي. الحلو انه نحن بدنا نرجع نذكركم بهيدي الماركه الرائده وبكمان المقاسات المتوفره. هون عم نشوف المقاسات هي من 37 ل 41 بالموديل الاول باللون الاسود، ننتقل للون الفضي كمان من 37 ل 41. ما بيغيب هيدي المقاسات على الموديل الثاني اللي عم نقدم لكم اياه وهو باللون الاسود 37 ل 41، وكمان الحذاء الفوشيا ب 37 كمان ل 41. طبعا نحن عم نحكي على مقاسات بتهم كل سيده، مقاسات متعدده، والحلو انه نحن عم نحكي على حذاء طبي صحي ولكن بنفس الوقت كثير فاشنبل على الموضه، يعني بتقدر السيده تلبسه من دون ما تتقيد ابدا. مزبوط. هلا خلينا نتذكر بحلقه سابقه عملنا كثير ساره انا وانت تجارب لنثبت لهم قديش هو مريح وبنفس الوقت حتحسي حالك كانك ماشي على الرمل. اللي بيميز بنعل بيركنستوك انك عن جد عن جد كانك عم تمشي على الرمل طول الوقت، فبياخذ شكل القدم اللي انت عم تمشي فيه على الرمل، واذا عم نحط مقارنه بالنعل تماما اخذ نفس الشكل، اصبع اصبع حتى كعب الرجل اخذ هذا التصميم، فانت بتحسي براحه تامه. هون عم نشوف لو انت شايفين هيكل القدم بقلب طبعا الشوز كيف اخذ حجم مناسب لكل اصبع، محدد كل اصبع كيف الارتفاع تبعه وكيف هي حتكون مريحه. ايضا كمان عم نشوف المنطقه اللي بالنص مبطنه، والحلو فيه انه هو من المخمل ما بيحسس القدم ابدا وبيريحها كثير. حتى هون عم نشوف من الكعب مسكر او من قدام مسكر منشان ما تتعرض الرجل لاي صدمات، وحتى عم نشوف النعل هون قديش كثير. والحلو حبيت سماح انه بس ترتديه السيده، لانه نحن مرتدين هيدا الحذاء هلا، بتحس كانه اجره محطوطه بقلب قالب، يعني محميه مدعمه بنفس الوقت مشط الاجر مرتاح كثير. فبهالطريقه اذا وقفت، اذا مشيت لفتره كثير طويله، سافرت، عندها يمكن اوقات احضان سيده حامل، بتمشي بالمول كثير، بتعبي اجرينا كمان مي. هون كمان الشيء اللي كثير حلو انه بيمتص الصدمات، يعني هون عم نقارنه أكيد بطابة أو كرة الجولف، كيف على البلاط أو الرخام بتطرق الطابة لفوق، هون الفلينة بيمتصها. اللوك كمان كتير حلو، لأنه في كتير أشخاص بس نقول حذاء طبي بيفتكروا أنه أو صحي بيفتكروا أنه ما فيهم يرتدوه على كتير من الأشياء. بالعكس الحلو ببيركنستوك نحن مقدمين تصاميم 2017، هي على آخر صيحات الموضة العالمية. عم نشوف هون لو كنتي لابسة عباية كلاسيكية سودا أو حتى بشت ملون، فأنت عم تواكبي الموضة بارتدائك بيركنستوك، وهو الحذاء الصحي واللي كتير على الموضة. حتى لو لابس الفوشيا حتى لو لابس الأسود فهو بيطلع شكل القدمين كتير كتير حلو وكتير مميز. وهلأ كمان خلينا نرجع نذكرهم التكنولوجي اللي بيشتغل فيها بيركنستوك والطبقات المتعددة اللي بالنعل اللي بتعطينا راحة من خلال هيدا الفيديو. بنرجع لكم. They might try to break us but look deep inside. You know they can't obtain us, 'cause we've got us. Stand up for your hobby. Stand up for your soul. Stand up. إذا مثل ما شفنا ولا أحلى من هيك. خلينا سارة نرجع نتذكر طبعا اللوكات. أكيد طبعا مثل ما ذكرنا أنه فيكم أنتم ترتدوا حذاء بيركنستوك على العديد من إذا بدنا نقول الإطلالات. ما ننسى المقاسات اللي عم نقدم لكم إياها هي من 37 ل 41. عم نشوف هون قد التصميم اللي موجود معنا بسيط ولكن أنيق، الجلد اللي معمول منه جلد طبيعي، النعل معمول من طبقات مختلفة لحتى يأمن لنا الدعم والراحة للأقدام. هون عم نشوف اللون الفضي، اللمعه اللي كثير حلوه وراقيه، يعني مختارين اللون الفضي اللي كثير انت حبيتيه ولبستيه اليوم. عن جد كثير لون هافي كثير كمان حلو، والتصميم الثاني كمان بغير موديل الاجر، يعني بيعطيها هيك طول اكثر. وعن جد هدول التصميمات ساره انا كنت مسافره بالمانيا وشفتها، هي احدث التصميمات 2017، عم تلاقي نجاح كثير كثير كبير. كمان الحلو فيهم الالوان، يعني بتناسب الصبايا حتى السيدات اللي شوي كبار بالعمر، في الوان بتناسب لكل الأعمار، وكمان الجودة عالية، عم نحكي عن صناعة ألمانية. مزبوط. وكمان عم نحكي على حذاء هو مش بس بيأمن لكم الإطلالة اللي أنتم بدكم إياها، ولكن كمان هو حذاء
طبي وصحي. المقاسات اللي عم نقدم لكم اياها هي من 37 ل 41 متوفر باللون الاسود، وكمان التصميم الثاني او من نفس هيدا التصميم اللون الثاني وهو الفضه كمان من 37 ل 41، وصولا للموديل الثاني وهو باللون الاسود 37 41 وكمان الفوشيا. بهيدي الفقره عم نحضركم لاحلى صيفيه مع سيتروس تي في، يعني هيك تكون الاطلاله حلوه، واهم شيء السعر كثير مناسب. مزبوط. اذا نحن ما تنسوا انه عم تتابعوا فقره خاصه بمختارات الصيف، وكرمال هيك نحن اخترنا لكم تصميم كثير حلو او تصميمين كثير حلوين من ماركه بيركنستوك الالمانيه. طبعا شو الصناعه الالمانيه، جاي بالتصميم الاول اللي نحن مقدمينه وهو جيزي، جاي باللون البينك واللون ايضا الفوشيا والبيربل باللون الاسود، وايضا التصميم الثاني الكلاسيكي وهو باسم مدريد، وهون عم نشوفه باللون الفضي وباللون الاسود. طبعا مختارات الصيف توصل لغايه 50%، وايضا اذا عملتوا اي عمليه شراء بقيمه 400 ريال سعودي او اكثر راح تحصلوا على شحن مجاني. اما سعر المنتج اللي نحن مقدمينه باي وحده من هدول التصاميم هو بس 269 ريال سعودي، عليه خصم 30%. كرمال هيك رح أحالكم اتصلوا فينا على الأرقام الظاهرة قدامكم على الشاشة، واستغلوا هيدي الفقرات الخاصة بمختارات الصيف، وما تنسوا أبدا تذكروا رقم المنتج لمركز خدمة العملاء. باي باي, باي.